Teşekkür ediyorum. أنني أولا أشكر السيد فخامة الرئيس وتحدثنا وأعطيته معلومات عن اجتماعنا اليوم متعلق باللجنة الاقتصادية المشتركة. بلغت لفخامة الرئيس إلى تحية أحر تحياتي وتمنيات السيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبلغت إلى سيادته طلب الزيارة من فخامة الرئيس سيقعد أوله مجلس التعاون مجلس التعاون رفيق المستوى. قد تحدثنا هنالك أمور كثيرة والعلاقات بين البلدين متعلق من الطاقة إلى المعادن من الزراعة إلى السياحة إلى الثقافة كثير من المجالات قد تحدثنا وتشاورنا فيما بيننا. سيد الرئيس رحب هذه الزيارات وهذه الاجتماعات وبلغنا يوجد هنالك إمكانيات كثيرة للتعاون والاستثمارات والتجارة بين البلدين. قد اتفق الطرفين أنهم سيستثمرون ليس في الجزائر أو في تركيا إنما هنالك دولة ثالثة أن يتركزون لزيادة التجارات وزيادة الاستثمارات لمصلحة البلدين. تشكر.